اللي هي بتحدثه عن حقوق الانسان طب التمييز العنصري بالذات في السنوات الخوالي واللي احنا فيها اللي احنا عايشين انا وانت فيها وبنتكلم فيها الان في الغرب يا دكتور محمد. انا مش عايز اقول في امريكا, في الغرب, في الغرب شوف الهجمه العنصريه والتمييز العنصري بين اصحاب البشره البيضاء والداكنه ومع احترامي والسوداء, ادي واحده من ناحيه, بين الغرب وما بين الذين ذهبوا الى هناك فاخذوا الجنسيه وعاشوا وانتجوا الى اخر هذه الامور وبخاصه من العرب والمسلمين فيما يتعلق داخليا تعال الواقع الغربي داخليا مثلا فرنسا. تعال لفرنسا, فرنسا ما تعد عدد يعني قضايا التحرش اليومي بالمسلمين والمسلمات والتهجم والضرب كده الى اخره, عد شوف قد ايه. تعال لانجلترا شوف قد ايه, تعال انا بجيب لك البلدان هي, تعال امريكا بقى بالالاف يوميا. تعال بالنسبه للوظائف, اول ما تروح يسالك الاول مسلم ما فيش ما عنديش وظيفه, ولذلك هم بيقولوا ليه في فرنسا اكثر من 5 مليون, لا انت ما بعرف انك مسلم خلاص ما فيش عمل الى اخر هذه الامور. وان وجد العمل يبقى العمل اللي هو العمل الدون معايا دكتور محمد خالد, انت بتفجر باحترامي خلافات اهليه وكيت الى اخر هذه الامور تؤثر بعد ذلك بخطوره على كيت. طب لما يجي الوقت مع احترامي انت بتقول لي بالنسبه للعقيده حريه المعتقد, لما تيجي فرنسا في غضون بس حكم ماكرون في سنوات قليله جدا, امبارح الاحصاء اللي جايبينها انه بالنسبه للمساجد التي اغلقت والمؤسسات الدينيه الى اخره, يقول لك 3 أضعاف حكم من سبقه بالاجماع. ويجي وزير الداخليه اول امس يفتخر بانه هيقفل بقيه المؤسسات الدينيه والمساجد الاخرى المشهوره الكبيره جدا الى اخر هذه الامور. ما سمعناش طبعا ما نحبش يعني ايه نتكلم في هذا الامر لكن هذا واقع. طب بالنسبه للبوذيين هل اغلقت لهم شيئا واحدا؟ طب بالنسبه لليهود في فرنسا هل اغلقت لهم مع احترامي يعني معبدا واحدا؟ طب بالنسبه للمسيحيين هل اغلقت؟ لا على الاطلاق, ما على الاطلاق. بعد هو هو مزيد من الضعف الاسلامي الموجود يعني, هو لا يستطيع ان يغلق لليهود, لا يستطيع ان يغلق للبوذيين. لما تقول من الضعف الله يبارك في عمرك القضيه ليس فيها هناك حقوق. نعم 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 هذا واضح. لما يكون انا عندي ضعف انت اجبر ضعفي, اجبر ضعفي لانني انا انسان قبل اي شيء, وما جيت هنا وعشت على الارض دي وانتجت وبقى عندي ذريه انا انسان وليا كافه الحقوق. انما لا, ما بيعطيكش لا كافه الحقوق ولا بيعتبرك حتى انسان في هذه الارض. دي نقطه مهمه جدا يا دكتور محمد. اجي بقى لنقطه غايه في الاهميه اختم بها دي عشان ادخل حقوق المراه كمان. فضل. لما اجي بقى بالنسبه لي حتى المناصب الكبرى انا اسالك سؤال يا دكتور محمد, تفضل. هل سمعت في دوله غربيه ديمقراطيه وعلى راس امريكا ان رئيس الدوله مسلم يوما ما؟ لا. طيب هل دساتيرها تقبل ذلك؟ هل قانونها لا تقبل ابدا ابدا وطرح هذا الامر؟ امريكا لا تقبل الا المسلم, انما المسيح ماشي على عينه وراس لو حتى كده على عينه وراس الليبرالي كده كده لا ديني ماشي, انما مسلم لا. تعال لبقيه الدول الاتحاد الاوروبي بالاجماع لا تقبل على الاطلاق. طيب احنا طب انتوا بتطلبونا احنا الوقت بتقولوا انتوا كدول كذا الى اخره, لا اي حد يحكم لان المساواه في الاعراق وفي كذا وما تقولوش حتى اسماء اقليات, المهم بالكفاءه. طب ما تيجي نطبق دي, ما تيجي نطبق لو كانت هي من احترام من انت بتقول من باب حقوق الانسان. انما لا يمكن على الاطلاق. طيب ندخل بقى الامور دي واضحه جدا يا دكتور. طيب حضرتك تفضلت فيها. طيب وجدت بها علينا بأمثلة واقعية وهذا يعني هي الروائع كما يقولون, لكن احنا أثرنا في بداية هذه الحلقة وفق ما قالوه